كتبت على الفيسبوك امبارح ان انا نفسي اعيش تجربة جني الزيتون لانه هذا موسمه السنوي. لقيت استجابة من الاهالي في قطاع غزة الكرماء، استضافوني انا ومجموعة من الشباب والصبايا عشان نساعدهم في موسم قطف الزيتون. رسالتنا لهيومن أبيل كأحد أهم المؤسسات المجتمع المدني اللي تعمل في فلسطين، وأيضا رسالتنا لكل المجتمع المدني الدولي اللي بيعمل في فلسطين، التركيز على تعزيز آليات صمود الشعب الفلسطيني عامة والمزارع والمزارعة الفلسطينية تحديدا. هذا الشكل من أشكال التعزيز هو في غاية الأهمية، أولا من الناحية السياسية تعزيز الصمود والبقاء على الأرض، ثانيا من الناحية الاقتصادية، ثالثا من الناحية البيئية. نحن بحاجة في ظل هذا التغيير المناخي المرعب في العالم، نحن جزء من هذا العالم، يتضرر كما نتضرر ويستجيب كما نستجيب.